بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشروع عملته اسمه الـ SDBX. الـ SDBX ده عبارة عن مشروع الغرض منه إن هو يدي ملف واحد يستخدم مع أي إصدار من برنامج الساب. من أكبر المشاكل في البرنامج مشكلة الـ Compatibility Issue، إن هو الملف الساب ممكن يفتحش على الإصدار اللي قبل كده حتى لو الفرق من صغير خالص. يعني الرسالة دي أكيد شفتها قبل كده، إن الملف اللي هو معمول في 16.1 ما يفترش يفتح على الإصدار اللي هو 16. وبرنامج يطرح عليك إنك أنت تستخدم الامتداد S2K تكست فايل عشان خاطر تجرب هينفع ولا مش هينفع. أحيانا بينفع وأحيانا تانية مش بينفع. المشكلة دي غريبة جدا، يعني برنامج الساب مش بيديك فرصة إنك أنت تعمل سيف أز الملف بإصدار قبل كده حتى. فطبعا دي مشكلة كبيرة كان لازم تتغلب عليها. فانا اقترحت ان انا استخدم امتداد جديد اسمه ال SDBX. ال SDBX ده عباره عن XML based format وهيشتغل مع اي اصدار برنامج الساب، يعني بمعنى صح هيشتغل مع اصدار 12 و14 و15 و16 و17. اشمعنى اخترت SDBX؟ طبعا امتداد الساب اساسا SDB، وفي ال XLS اتمد بقى XLSX، فانا برضو قلت ايه ال SDB هخليها SDBX، وده برضو عباره عن ملف اكس ام فايل زي برضو ملف الاكسل. ملف الاكسل اللي هو الاكس ال اس اكس عباره اساسا ملف زيب فايل، ممكن تجرب تغير الامتداد تخليه دوت زيب وفتحت هتلاقيه عباره عن ملفات اكس ام ال فايل. بيشتغل ازاي؟ الفكره بسيطه خالص، ان انا عندي ملف واحد اس دي بي اكس واي اصدار بعد كده ليه امبورت او اكسبورت، فممكن يعمل امبورت واكسبورت للملف ده ببساطه من اي اصدار لاي اصدار. ليه انا اخترت الاكس ام ال؟ الـ XML دي الطريقة المفضلة مستخدمة في برامج كتيرة زي مثلا الإكسل والفيجوال ستوديو، وفي نفس الوقت عبارة عن ملف تكست فايل فهو أوبن سورس ممكن أي حد يفتحه ويشوف محتوياته، وفي نفس الوقت ممكن تعمل له سورس كنترول زي ما شرحت قبل كده في حلقات الأوتوكاد دوت نت، ممكن تعمل له كوميت وأبديت ترجع نسخة قبل كده زي ما أنت عاوز. النقطة الأهم برضو إن هو كروس بلاتفورم، إن هو ممكن يشتغل على أي نسخة، يعني مش لازم ويندوز، ممكن برضو يشتغل مع لينكس أو الماك. استخدام الملفات ده، الملف ده طبعا اشهر استخدام ليها وهو معاك ملف واحد يشتغل على اي اصدار، ودي نقطه مش سهله. النقطه الثانيه استخدم في موضوع الباك اب، ممكن يبقى معاك نسخه احتياطي من نفس الملف، وبعد كده ممكن اي حد يضيف اي اضافات بعد كده، يعني ممكن حد يستخدمه في انه مثلا يعرض الملف في الموديل في البراوزر مثلا، او اي اقتراح ممكن تستفيد بيه طالما انت معاك الملف الاكس ام ال والسكيما ممكن تبني عليها اي اقتراح. اول خطوه عشان نستخدم برنامج ال SDBX روح على اللينك الموجود تحت الفيديو، هتلاقي فيه ملف الفيتشر ليست هشرحه بعدين، وفي ملف الانستولر اختار الملف ده نعمله داونلود، وبعد كده هنبدا نعمل له سيت اب. سيت اب عادي زي اي برنامج، هتقول له نيكست اي اكسبت نيكست، وبعد كده هنا هيجيب لك لسته بالنسخ الساب اللي نازله عندك. مثلا الجهاز ده اللي انا شغال عليه نسخه 12 و16 و17، هتلاقي دول ما هتلاقيه موجودين. لو انت عندك نسخه مثلا 14 و15 برضه هيظهروا معاك في الليست. ممكن برضه لو انت حبيت تلغي واحده منهم ممكن تختار وتلغيها، لكن طبعا انصح انك انت تخلي الامبورتر والاكسبورتر لكل واحده فيهم بحيث ممكن تستخدمها على اي اصدار. تقول له بعد كده نيكست وانستول، كده البرنامج عندك نزل. لو رحت بقى على برنامج الساب مثلا اصدار رقم 17، ده عندنا ملف موجود فيه عباره عن ملف تراس بسيط ما فيهوش اي حاجه وعليه احمال، وفي مثلا حالات الديد واللايف والويند وهكذا، وفي كومبينيشن للديد واللايف والويند في الفاكتور بتاعتها وكل حاجه. فدلوقتي الملف ده لو انت رحت على ساب مثلا ده نسخه فيرجن 12، لو حاولت تعمل اوبن حاولت تختار الملف ده هيديك رسالة إن هو الملف رقم 17 مش ممكن يتفتح على إصدار رقم 12. طب إزاي نتغلب على المشكلة دي؟ هتيجي طبعا أولا في إصدار رقم 17 وهتروح على التولز آد شو بلجن، في بلجن اللي هو الإكسبورتر أندرسكور فيرجن 17 عشان طبعا النسخة 17، ده اللي هو الإكسبورتر اللي هو ممكن يطلع الملف اللي امتداده اس دي بي اكس. هتقول له آد، لو هو ملف نزل معاك هتلاقيه المفروض يديك هنا اوكي. برضو عشان خاطر لو في حاله لو احنا احتاجنا الامبورتر عشان تجيب ملف الامبورتر في الساب 17 هتقول له امبورتر. طبعا في 17 دي ممكن تبقى 16 او 15 او 14 حسب النسخه اللي انت بتستخدمها، هتقول له كده اصبح النسخه دي ممكن تعمل اكسبورت للاس تي بي اكس ممكن تعمل امبورت، فاقول له اوكي.
بعد كده هتروح على قائمة تولز، هتلاقي عندك الاكسبورتر والامبورتر موجود هنا. احنا عايزين نعمل اكسبورت هنا، فاقول له اكسبورتر وبعد كده يس. بيسألني هتحفظه فين واسمه ايه، مثلا هسميه ديمو. طبعا ابتدى هيبقى عبارة عن اس تي في اكس، اعمل له سيف. هيقول لي مثلا الموديل هاز بين اكسبورت سكسسفلي. طبعا هو هنا سريع لان هو الملف صغير خالص، لكن حسب طبعا حجم الملف، هو ممكن ياخد ملفات كبيرة خالص برضه يعملها، بس هياخد طبعا بعض الوقت عشان يخلصه. دلوقتي لو رجعت تاني على ساب 12، اروح على تولز برضه هنزل البلجن 12، ملوش غير امبورتر بس، انا ما حبيتش اعمل الاكسبورتر لانه طبعا اصدار 12 ممكن اي حاجه تشغله يعني. فامبورتر فيرجن 12 واسمه هيكون امبورتر واد، هيديك هنا رساله اوكي. الاصدار رقم 12 14 عباره عن امبورتر بس، لكن 15 16 17 ليه امبورتر واكسبورتر. طبعا برضو ان شاء الله لحد ما الشركه تعمل سيف از اي اصدار قبل كده، لو في اصدار 18 19 برضو هعمل لها الامبورتر اكسبورتر بتاعها. اوكي، فدلوقتي لو دخلت انا على القايمه هقول له امبورتر ويس، واختار ملف اللي هو اللي انا عملته اللي هو الاس تي بي اكس. طبعا دبل كليك عليه هيقول لك سيف كارنت موديل بيفور بروسيدنج، لو انت فاتح ملف مش حافظه هيضيع الحاجات اللي انت شغاله فيه. وتحتيه بيقول لك امبورت اول ايتمز، عاوز كل حاجه ولا ممكن تحدد انت عاوز ايه بس؟ ممكن عاوز الديفينيشن بس، مثلا اللي هو اللود كيسز لود باتر، عاوز البوينتس، عاوز الفريمات بس، مش عاوز الاريا وهكذا. في الاول هنجرب ان انا امبورت اول ايتمز واقول له امبورت. هيقول لك الموديل هاز بين سكسسفلي اكسبورتد فروت باي امبورتد. وهنا بعد كده لو دخلت على اكس زد هتلاقي الملف بتاعك موجود. لو رحت مثلا على display على اللود هتلاقي مثلا حالة الديت واللايف والويند، اخترنا اللايف مثلا على الجوينت، انا اسف. حالة الديت واللايف والويند مثلا اخترنا اللايف، هيديك الاحمال بتاعتك. برضو لو رحت على اللود باترن هتلاقي حاجات موجودة. لو رحت على اللود كومبينيشن هتلاقي التوتال زي ما كانت موجودة هناك، 1 4 1 6 1 6 وهكذا. اي حاجة ان شاء الله انت عملتها هناك هتلاقيها موجودة في الملف بتاعك. طبعا ده ممكن تستخدمها مع اي اصدار، يعني هنا وضحت مثال بين فيرجن 19 و12 اللي هم الاكستريم يعني، لكن انت ممكن تعمل من 16 ل 14، من 14 ل 17، اي اصدارين هتنفع تجيب الملف بتاعك. ممكن برضو استخدام تاني لل SDBX، مثلا انت بتفتح ملف جديد ترى انك تعرف من جديد الماتيريال وتعرف اللود كومبينيشن وهكذا. فممكن لو انت عندك ملف موجود اساسا انت عملت له اكسبورت، تروح على طول على امبورتر ويس وكده تختار ملف اللي هو بتاعك وكده تقول له انا عاوز كاستم، عاوز مثلا الديفينيشن بس. لما بتشيل علامه صح من البوينتس طبعا ما ينفعش تجيب الفريمات والاريا، فانت كده هتجيب الديفينيشن بس، الديفينيشن اللي هي اللود كومبينيشن واللود باترن والماتيريال وهكذا. فكده لما بتعمل امبورت هتلاقي عندك اللود باترن الديت واللايف والويند او اي حاجه انت معرفها هناك، برضو هتلاقي عندك اللود كومبينيشن موجوده معاك. برضو نصيحه مهمه، لو انت عندك ملف ساب حتى لو انت الملف ده مش ناوي تعمل له اكسبورت او امبورت في اصدار تاني، اعمل نسخه منه اس دي بي اكس كانها نسخه باك اب يعني. ليه؟ لان مثلا في برنامج الساب في مشاكل بتحصل كده ممكن تضيع لك الملف كله ويكون شغل بتاعك كبير. فمثلا الملف ده انا اكتشفت ان هو لو اخترت اي عنصر ورحت على ساين فريم اللوكال اكسيز وبعد كده حددت مثلا الزاويه بتاعتك هي 30 وبعد كده حطيتها صح في الادفانسد وما دخلتش في الادفانسد ظبطتها، كليك اوكي كده البرنامج هيحصل له هانج، هي في الحاله دي. ولو حاولت تحفظ الملف بتاعك هيضيع مش هتقدر تفتحه تاني، وده في حاجه حصلت معايا، انا خسرت ملف كبير كنت عامله لان هو ما عرفتش افتحه مره تاني. فنسخه حل كويس انك انت تبقى دايما عامل نسخه احتياطيه من استخدام الاكسبورت وتعمل نسخه تانية اس دي بي اكس احتياطيه ممكن تستخدمها بعدين. طيب السؤال بيطرح نفسه هنا، هل كل حاجه عملتها في الملف هناك هتيجي معايا هنا؟ الاجابه هتكون في ملف الفيتشر ليست اللي هو الملف التاني موجود مع ملف الداونلود. الملف ده هتلاقي عندك فيه حاجات محطوطة علامة صح، معناه ان هي خلاص اوريدي اتعملت، علامة اكس مش ممكن تتعمل، وعلامة استفهام اللي هو مجربتهاش لسه. فالاكسبورت عندنا زي ما اقولك انا بعمل اكسبورت من فيرجن 17 و16 و15، اما الامبورت في كل الاصدارات. ففي حاجات عملتها زي مثلا السوفت وير نيم، اليونت، الديجري اوف فريدم. في حاجات حسيت ان هي ثانوية شوية فجلتها شوية، زي مثلا الكومنت، البريزن يونت، اليونت اللي بستخدمها حاليا،
مش اللي هي بتاعت الموديل نفسه يعني، فدي ما جربتهاش يعني. لكن لو اي خاصيه من دول انت محتاجها ضروري ابعت لي، وانا ان شاء الله هحاول اعمل لها امبلمنتيشن في الاصدار اللي جاي. في حاجات بقى حاولت اعملها لكني فشلت، زي مثلا الجريد. فالجريد مش ممكن تتعمل لها اكسبورت او امبورت من اصدار لاصدار تاني. بس الحمد لله اغلب الحاجات اللي هي ما عرفتش اعمل لها حاجات ثانويه، باستثناء بس الكيرفت فريم، هي دي اللي هي ممكن نقطه اسينشال، ولو تعرف ازاي تعملها يا ريت تبعت لي. فهنا بعد كده انا مقسمها الديفينيشن في كل حاجه تقريبا. في برضو حاجه مهمه احيانا، مثلا القطاع اللي هو الهايبر تيو ده مدعم في فيستار 16 و17 بس، لكن مش مدعم في 15 او 14 او 12. فمعنى كده طبيعي لو انت عملت اكسبورت للهايبر تيو مش هيروح للزر اللي قبل كده. بس في الحاله دي برنامج هيديك رساله تحذير ان القطاع الفلاني ما قدرش اجيبه عشان خاطر هو مش مدعم في الاصدار ده، فيا ريت تتستر. فطبعا دي هتبقى معاك رساله توضح لك استخدامها وايه. زي ما قلت لك قبل كده، ملف ال STBX ده عباره عن ملف اكس ام ال فايل. فطبعا ده ممكن تفتحه في النوت باد، او مثلا رايت كليك عليه اختار اديت ويز نوت باد بلس بلس، هتلاقي عباره عن ملف اكس ام ال بيبدا عادي بالموديل، يبدا يعرف الكوردينيت سيستم. مثلا عندك الكونكريت ماتيريال ليست اللي هي عناصر الماتيريال اللي عندك اللي هي الخرسانه وفي الخصائص بتاعتها، وبعد كده الستيل ماتيريال ليست لو انت عندك عناصر الستيل والخصائص بتاعتها، وبعد كده الفريم سيكشن وهكذا. مثلا اللود باتر موجود عندك الديت والطيب بتاعها 1 × 6 اللي هي الديت واللايف والويند، السيلف ويت مالتبلاير بكام. مثلا عندك اللود كومبينيشن اللي هي التوتال الطيب بتاعها 0 اللي هو لينير اد يعني، والكومبينيشن ليست تحتوي على 3 الديت والفاكتور بتاعها 1 و4، اللايف 1 و6 والويند 1 و6. وبعد كده يبدأ يعرف البوينتس اللي موجودة عندك في الملف والفريمات وهكذا. فملف الساب ده اللي احنا شفناه اللي هو كان عبارة عن ترس، قدرت تجمعه في 358 سطر، يجمعوا كل الملف كل الخصائص بتاعته. طبعا الكلام ده ممكن يوصل ل 20000 او 30000 سطر لو كان عندك ملف كبير، لكن دي طبعا مش مشكله، مش هتاثر معانا في حاجه. هل ينفع تعدي الملف من هنا؟ طبعا ينفع. يعني مثلا الفاكتور هنا بدل ما هو 1 و6 هتخليه مثلا 1 و5، وعملت سيف كده الملف ده حفظ وعملت له امبورت، هتلاقي الملف ده اتعمل 1 و5. بس طبعا حاول دايما انت بتعدل تعدل حاجه ما تبوظش الملف، ان هو ممكن تعمل مشكله في الملف نفسه. طالما هو ملف تكست يبقى انت ينفع تعدل فيه، ممكن تعمل له سورس كنترول زي ما شفنا كده في الاوتوكاد دوت نت، ممكن حتى تبني ابلكيشن عليه. يعني انت معاك السكيما اهو بتاعت الملف، ممكن تبني عليها مثلا تعمل ملف ساب فيجوالايزر على الويب، او تعملها للينوكس او الماك. فطبعا ده جاست بدايه، ممكن بعد كده نبني عليها حاجات كتير. اتمنى تكون الحلقه دي مفيده ليك، مستني اقتراحاتكم بالنسبه لمشروع الـ STBX. شكرا.